والاخت مجيده ولكن نهضر معاك يعني نتكلم لكم عليك كانسان. خدمت انا طبعا مع مجموعه من الرواد بحال السي انور الجندي، خدمت مع السي فنيش وتبناوني حتى هما كنشكرهم الله يكثر خيرهم، وطبعا السي خدي من الناس اللي حتى هما اللي هو تبناني معاه في الفرقه ديالو يعني هذه مده. فالسي خدي ما عمرو عانى، ما عمرو عانى طبعا، ولكن ما عمرو قال اح، ما عمرو قال بانني ناجح، دائما ضاحك ودائما مبتسم، والدليل هذه الابتسامه هذه اللي فيها الفرح وفيها كل شيء. ولكن فنان محترم، فنان عطى الكثير لهذا الوطن، وشكرا لصاحب الجلاله. انا متاكده ان السي خدي دابا ارتاح في قبره، انه رجع له الاعتبار بهذه البرقيه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو. شكرا لجمعيه ابي القراق على هذا التأبين، شكرا. بغيت نقول واحد الكلمة واخا ما غيوليش، لأن اللحظات الأخيرة ديالو ديال فاش كان مات كان جا السي أنوار، ونهار مات هاد السيد دار واحد الموقف رجولي. شكرا للسي أنوار الجندي محتسب السي خدي، واخا نعيو نقولو بزاف ما غاديش نوفيو داك الشيء، ولكن بغيت نقول أنه كان فنان بمعنى الكلمة، كان انسان قبل ما يكون فنان، عاش فنان بكرامته وبعز نفسه، ومات فنان بكرامته وعز نفسه. الله يرحمك بابا خدي، شكرا.